تحصي ولاية ميلا حوالي 8000 متربص يختصون في مجالات عديدة، وها هم اليوم يثبتون قدراتهم في الميدان عبر عدد من المؤسسات بهدف ولوج عالم الشغل. احنا هنا فوتوا الماء تاعنا بعدة مراحل، التكوين تاعي مليح من جهة انه رانا نقراو نظري في المعهد، ومن جانب اخر بعد نطبقوا في الشيء اللي رانا نقراو فيه، سما نقراو ونطبقوا في نفس الوقت. الحمد لله تلام رانا ما شاء الله، يسمى ديجا مشينا في البروغرام توجه تخدم بها في عدة مناصب، دي ريستورو ولا فنادق. هنا في الاقسام تاعنا نعطيهم دروس نظريه، مي في التخصص تاعهم يعني الجانب التطبيقي يقوموا به في عند المستخدم. المستخدم يعني يكونوا مؤسسات كيما بار اكزومبل فيتيرينير، لابو تاع ليزاناليز. ويعد قطاع التكوين المهني قطاعا استراتيجيا حاضنا للشباب لتحقيق تمهين يتماشى ومتطلبات التنمية المحلية. يبدو جليا الأهمية القصوى التي توليها أعلى السلطات العمومية لهذا المجال الحيوي لضمان الحوكمة في تسيير الشأن العام، وهذا ما نصب إلى تحقيقه على مستوى قطاعنا من خلال تبني استراتيجية رقمية متعددة الأوجه. وبهدف عصرنة القطاع يستوجب وضع منظومة إعلامية إحصائية من خلال ضمان التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات بإدارة المرفق العمومي والمؤسسات الاقتصادية.